تهدف هذه الندوات إلى حوصلة المقترحات التي جاءت من الورشات التي نظمت يوم 20 أكتوبر على مستوى الولايات. يشارك فيها زخم كبير من الموظفين اللي عندهم علاقة مباشرة مع الفعل التربوي. لاحظنا قلنا على مستوى المتوسط إعادة كبيرة. والأستاذ تاع المتوسط ما عندوش انفيزيبيتي يعني وضوح للإمكانيات تاع التلميذ. ما يأتي به هذا الامتحان؟ أولا تشخيص دقيق المكتسبات تاع كل تلميذ فرديا، لأن المخرجة الأخيرة ستكون بطاقة تحمل ما يكتسبه التلميذ وما لا يكتسبه، وهذه معلومة هامة جدا بالنسبة للأستاذ تاع التعليم المتوسط، راح يتعرف عليه مباشرة من خلال بطاقة لتعطي الصورة على إمكانياته.